بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. القلب أيها الإخوة له أثر عظيم وتأثير بالغ على الإنسان سلباً أو إيجاباً. هو في الحقيقة ملك الأعضاء، فبصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد الأعضاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. القلب أيها الإخوة محل نظر الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هل يرضى الواحد منا أيها الإخوة أن يدخل عليه رجل له مقام في قلبه، فيجد في بيته الأثاث غير مرتب، ويجد الغبار ظاهر عليه، ويجد المكان غير مهيأ؟ والله لا يرضى بذلك. وربما أقعد الدنيا وأقامها على أهله، كيف يصنعون هذا الأمر؟ فهل يرضى الواحد منا أن يطلع الله تعالى على قلبه فيجد فيه غلاً وحسداً ورياءً وغشاً وغير ذلك من سيء الأفعال وسيء الأقوال؟ يا إخواني، القلب أمره عظيم، ولذلك ما سمي القلب قلباً إلا لتقلبه. وتأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك، فقد كان من سؤاله وكان يكثر من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تتسأل عائشة وتقول: يا رسول الله، أراك تكثر من ذلك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إن قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله أكبر يا إخواني، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه، يكثر من هذا الدعاء ويلح على ربه وينطرح بين يديه، يرجو ثبات قلبه. فكيف الحال بنا يا عباد الله؟ ولذلك يا إخواني، ينتبه الإنسان من أمراض القلوب، وحاصلها راجع إلى أمرين: مرض الشهوات ومرض الشبهات. أما مرض الشهوات فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف بليغ بديع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صقل قلبه، وإن عاد، يعني إلى الذنب، زادت النكتة حتى يغطي هذا السواد ذلك القلب. فذلك الران الذي سمى الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما مرض الشبهات فقد بيّنه العزيز الحكيم بقوله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: ربنا آمنا به، ربنا آمنا، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولي الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جاء في سيرة الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أحد، بل هو أول المبشرين وأول من آمن من الرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول الخلفاء الراشدين المهديين، كان يكثر من تلاوة هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. القلب يا عباد الله له أعمال، وأعماله سر تفاوت العباد بينهم فيما بين عند الله تعالى. ربما تجد الرجلين يصليان أو يصومان أو يحجان أو يذكران الله عز وجل أو يتلوان القرآن، العمل واحد،
والوقت واحد والكيفية واحدة، لكن بينهما من التفاوت في الأجر أعظم ما بين السماء والأرض. لماذا يا إخواني؟ لأن أحدهما قام في قلبه من الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والخوف من الله والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك من سائر الأعمال القلوب ما لم يقم في قلب الآخر. ولذلك قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. أعمال القلوب إخواني كثيرة، منها الرغبة والرهبة والإنابة والخشوع، ومنها الرجاء والمحبة وغير ذلك. ومن أعمالها التي لعلنا نقف على شيء منها يسيرا، التوكل على الله تعالى. التوكل أيها الإخوة هو الاعتماد وتفويض الأمر على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المرغوب. والله يا إخواني ما دفعت الشدائد ولا نيل ما عند الله من الكرامات بمثل التوكل على الله مع فعل الأسباب وأداء ما أمر الله تعالى به والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه. تأملوا إلى ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. التوكل على الله عظيم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد من أمته، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنها أمتي فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع إلي سواد أعظم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. خاض الصحابة رضوان الله عليهم، من هؤلاء 70,000؟ الصحابة رضوان الله عليهم لو تتأملون في السنة تجدون أن أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في أمر الآخرة وما يقربهم وما يرفعهم عند الله تعالى، ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا شيئا. يقول الحسن البصري أحد كبار التابعين وقد أدرك ثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدركت أقواما، يعني الصحابة، والله للدنيا عندهم أهون على الله أهون عليهم من التراب الذي تبشون عليه. ولعلنا نشير إلى قصة أهل الصفة الفقراء المعدومين الذين هاجروا ليس لهم مأوى إلا المسجد، وليس لهم متاع ولا زاد، ربما بعضهم يسقط من شدة الجوع، وكان بعضهم يستر بعضا من العري وقلة اللباس. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من مال يتصدقون به ولا نتصدق. يا لله يا إخواني، ما أعظم سؤالهم وما أعظمهم. والله إن العقل لا يحار، فقراء معدومين، ومع ذلك ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا، وحق لهم أن يسألوا، وإنما سألوا عن أمر الآخرة. فقالوا: الأغنياء تساوينا نحن وإياهم في الصلاة والصيام، لكنهم سبقون بشيء ما نستطيعه، لهم مال، لهم فضل من مال يتصدقون به ولا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لكم ما تصدقون، في رواية ما تصدقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، إلى آخر الحديث. فالصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا. خاض الصحابة في أولئك 70، من هؤلاء 70؟ في أولئك 70، فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا مع الله غيره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الاسترقاء مباح، والاكتواء مكروه، والتطير محرم. فلما تركوا المباح وتركوا المكروه وتركوا المحرم ناسب وجزاهم الله تعالى أن يكونوا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جعلنا الله وإياكم منهم، ورزقنا الله وإياكم قلوبا سليمة، وأسأله بمنه وفضله أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا وولاة أمرنا وعلمائنا من كل سوء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.